منها الموثوق وغير الموثوق. نحاول في تفاعلكم انتقاء أبرز ما يتم طرحه وعرضه لكم. ونبدأ مع موضوعنا الأول، فقد تفاجأ منسوبو ومراجعو مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بالملك سلمان في زيارة لتفقد أوضاع المرضى، وقد حاول حراس الملك منع طفل من السلام عليه ولكنه أمرهم بتركه، فكان هذا المقطع. كما استغل العاملون في المستشفى زيارة الملك سلمان لالتقاط سيلفي معه لتصبح من أكثر الصور تداولا على مواقع التواصل.